بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج أقامت جامعة الرواد مسابقة بهذه المناسبة، وقد شاركت عدة فعاليات وعدة جامعات ومعاهد بهذه المناسبة، وقد أقامت البطولة في المركز المجتمعي، وتمت مشاركة مجموعة من اللاعبين وبلغت عددهم 18 لاعبا. وفي المسابقة فاز عدنا بالمراكز الأولى، المركز الأول فاز اللاعب رأفت الكسبة وهو من جامعة الرواد، فاز بالمركز الثاني إبراهيم شيخ إبراهيم وهو من جامعة قاضي عنتاب، وفاز بالمركز الثالث اللاعب محمود عليوي، وفاز بالمركز الرابع مناف رمضان وهو من جامعة قاضي عنتاب. نبارك للجميع فوزهم بهذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج الذي يصدف 20/7/2024، تمت دعوتنا من قبل جامعة الرواد للعلوم والتقانة إلى بطولة شطرنج بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة. كانت بطولة ممتعة جدا، شهدت أجواء تنافسية، وجهت رسالة إلى تجمع الشباب وتعارف أكثر، وكانت أجواء ممتعة سادها المنافسة. حصل على المركز الأول الطالب رأفت كسمه من جامعة رواد العلوم والتقانة. شكرا للجميع على التشجيع، نتمنى أن تستمر هذه البطولات لكي تتطور هذه الرياضة في منطقة الشمال المحرر أكثر. السلام عليكم ورحمة الله. الطالب رأفت الكسمة وطالب في جامعة الرواد العلوم والتقانة، حصلت على المركز الأول في بطولة الشطرنج التي نظمتها جامعة الرواد للعلوم والتقانية بمشاركة جامعات جرابلس ومعاهد جرابلس. الحمد لله حصلت على المركز الأول، وكان الجو المنافسة رائعة جدا، ونشكر جامعة الرواد على مثل هذه الفعاليات والنشاطات التي تقيمها بشكل دائم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. جو المنافسة جدا رائع، خصوصا بآخر جولتين ثلاثة، يعني كان اللاعبين الأقوياء بس الموجودين، فصار الجو منافس جدا رائع. حصل على المركز الأول اللاعب رأفت الكسبر.